السادسة بتوقيت الجزائر مشاهدينا الكرام، أينما كنتم أهلا بكم إلى أخبار الرياضة والمستهل بنتائج اليوم الثالث من الألعاب العربية. انتهت اليوم منافسة الجودو بتتويج المنتخب الوطني سيدات بالميدالية الذهبية حسب الفرق على حساب المنتخب التونسي. ماذا تقول لجنة التحكيم؟ هل في فوسطاك أم لا؟ فوسطاك واي، وفوز لسونيا. إذا إنذار ثالث والبطاقة الحمراء والفوز لسونيا والفوز للجزائر والفوز لجدو النسوي، وها هي البطولة العربية حسب الفرق وحسب الفردي لسيدات الجيدو الجزائري لسيدات الرياضة النسوية الجزائرية في انتظار نهائي الرجال الذي كذلك سيكون تونس والجزائر بأبطالنا بأصحاب الميداليات بقيادة إدريس مسعود رضوان. هذا ما نتمناه بعد قليل. إذن دخول سيدات الجزائر سونيا التي أهدت في الأخير بفضلها وبفضل مجهودات هذا الفريق نالت الجزائر لقب بطلة العرب في هذه الألعاب. فيما اكتفى منتخب الرجال بالفضية في النهائي الذي جمعهم بمنتخب نسور قرطاج مقدمين مستوى فن كبير. بهذا يحصد الجيدو الجزائري 8 ذهبيات، 7 منها في الفرد وست فضيات، 5 منها في الفرد أيضا وبرونزيتين. مع جيدو دائما نذكر بنتائج الأمس، حصد المصارعون الجزائريون في اليوم الثاني من المنافسات 3 ميداليات ذهبية وبرونزيتين. المعدنون نفيس كان من نصيب سونيا عسلة في وزن أكثر من 78 كيلوغراما، ومحمد ياسر بوعمار في وزن أقل من 100 كيلوغرام، ومحمد المهدي ليلي في وزن أكثر من 100 كيلوغرام، فضيتان عن طريق أسامة كابري في وزن أقل من 90 كيلوغرام، وغلاز من عزوك في وزن أقل من 81 كيلوغرام، وبرونزيتين المصارع رضا العمري في وزن أقل من 100 كيلوغرام، ومعمر مروى لدى الإناث في وزن أكثر من 78 كيلوغرام. فهنيئا ليجدوا الجزائري. في خبر آخر، انطلقت اليوم بقاعة المركب الأولمبي ميلود هدفي بوهران منافسات الجمباز الفني رجال وسيدات بمشاركة 5 دول. اليوم الأول خصص لمنافسات حسب الفرق والترتيب الفردي العام رجال وسيدات، وكذا التصفيات حسب الأجهزة فردي رجال وسيدات، وعرف اليوم الأول منافسة شديدة. عن المنافسة والتنظيم والمشاركة الجزائرية يتحدث مدير تنظيم منافسات الجمباز رابح بكاشي لسالم هواري في ميكروفون التلفزيون الجزائري. هو في احسن تنظيم، وهذه شهاده للجميع. ما يغفلكش ان الجزائر لها العاده ان تنظم منافسات كبيره من بينها الالعاب البحر الابيض المتوسط والالعاب العربيه وكذلك منافسات اخرى. فيما يخص المنافسه، هذه المرحله الثانيه في هذه اليوم الاول للمنافسه. هناك صباحا كانت منافسه للمرحله الاولى مع المغرب والأردن وقطر، والآن راهي الجزائر مع سوريا. كلها هذا المنافسة حتى يكون هناك، هي المنافسة حسب الفرق وكذلك المنافسة الفردي جماعي للبنات والذكور. ولأكثر التفاصيل حول منافسات الجمباز في يومه الأول يلتحق بنا مباشرة من وهران أمين بق الدوري من القاعة المتخصصة، أو سليم الهواري بالقاعة المتخصصة ميلود هدفي. مرحبا بك سليم، هل وفيتنا بتفاصيل منافسات اليوم وماذا عن النتائج الجزئية في مختلف التخصصات؟ تحية لك زميلتي سهيلة، وتحية لمشاهدي قنوات التلفزيون العمومي. إذن كما تشاهدون نتواجد اللحظة هنا بالقاعة المتعددة الرياضات التابعة للمركب الأولمبي ميلود هدفي لحضور فعاليات أو منافسات اليوم الأول من منافسات الجمباز بمشاركة مختلف المنتخبات العربية كقطر الأردن والمغرب التي أجريت في الصبيحة، في حين اللحظة
وكما تشاهدون على المباشر تجرى منافسات الفردي وحسب الفرق بالنسبة للذكور توازيا إذن مع منافسات الفردي للإناث. وكما تشاهدون المنافسات لا تزال متواصلة على مختلف الأجهزة، سواء الحركات الأرضية، حصان الحلق، العمود الثابت، العمودان الغير متوازيان، مرورا أيضا بالعمودان المتوازيان وطاولة القفز وجهاز الحلقتين، وذلك ما بين المنتخب الوطني الجزائري ونظيره السوري. إذن النخبة الوطنية والمشاركة الجزائرية عند الذكور تجلت عند الرباعي هلال متيجي، بالإضافة إلى البلال بلاوي، عليوات أحمد رضا، وكذا حمدوش حسام. أما رباعي الإناث فيتعلق الأمر ببخاتم فاطمة الزهرة، رزاقي ملاك، حميد سهام، سالم لهنا. إذن في انتظار إعلان النتائج والتي تعد أيضا مؤهلة لنهائيات يومي الأحد والإثنين، بحكم أن غدا السبت سيكون يوم راحة لهذه المنافسة. إليك زميلتي سهيلة. نعم، شكرا لك سليم هواري على كل ما تفضلت به. كنت معنا مباشرة من قاعة متعددة الرياضات التابعة للمركب الأولمبي ميلود هتفي بوهران. مشاهدينا الكرام، نذكر فقط أن منافسات الجمباز ستتواصل بعد غد الأحد بإجراء نهائي الفردي حسب الأجهزة رجال وسيدات في اختصاصات طاولة القفز والعمودين غير المتوازيين سيدات، والحركات الأرضية وحصان الحلق والحلقتين رجال، وتختتم يوم الاثنين المقبل بنهائي الفرد حسب الأجهزة في اختصاصات عارضة التوازن والحركة الأرضية سيدات، وطاولة القفز والعمودين المتوازيين والعمود الثابت رجال. من الجمباز إلى السباحة، تتواصل لليوم الثالث على التوالي منافسات السباحة، نتابع جانبا منها بتعليق زميلة وهيبة بالحوة. إذن هنا النداءات توجه إلى السباحين اللي طبعا بعد كل سباق يقوموا بعملية استرجاع داخل الماء في الحوض الحوض الاسترجاع المقابل للمسبح الأولمبي الذي يستجيب للمقاييس الدولية، وكان سبق له وين احتضن ألعاب البحر الأبيض المتوسط في الصيف القادم. سنعود إلى هذا المباشر في حال انطلاق السباقات. إذن في منافسات اليوم الثاني من السباحة لنهار الأمس، سيطر السباحون الجزائريون بشكل شبه كامل، متحصلين على 5 ذهبيات وفضيتين وثلاث برونزيات، محتلين بها المرتبة الأولى من حيث عدد الميداليات. السباح الجزائري جواد سيود افتك ذهبيتين في سباقي 200 متر سباحة متنوعة و100 متر فراشة، مع تحطيمه الرقم القياسي العربي في هذا التخصص في 53 ثانية و58 جزءا من المئة، وهو الرقم القياسي الذي كان بحوزة السباحة التونسي أسامة المنيفية. كما فازت السباحة الجزائرية أمال مليح بذهبية 100 متر سباحة حرة، مع تحطيمها الرقم القياسي الوطني ب 55 ثانية و87 جزءا من المئة. المعدل النفيس والرابع عاد لجيهان بن شادلي في سباق 200 متر فراشة، وذهبية أخرى في سباق 4 مرات 100 متر سباحة متنوعة تتابع مختلف. 55 ثانية و87. في الفن النبيل، انطلقت اليوم منافسات الدور الأول للملاكمة بقاعة المركز العسكري ببن عكنون بمشاركة 5 جزائريين في اليوم الأول، حيث حقق كل من خنوسي كمال وطم سالم التأهل إلى الدور المقبل على حساب كل من العراقي علاء الدراج والسعودي موسى الزبير في وزن أقل من 48 كيلوغراما وأقل من 60 كيلوغراما على التوالي. في هذه الدورة التي تعرف مشاركة الملاكمة النسوية لأول مرة في تاريخ الألعاب العربية. من سيفوز؟ الأحمر.
تعس مع سالم طامة في النهاية وفاز تأهل للدور المقبل. دائما مع الحدث العربي، انطلقت اليوم بفندق نوفوتيل بقسنطينة منافسات الشطرنج بمشاركة 9 دول من بينها الجزائر التي دخلت بفريقين ألف وباء، فضلا عن منتخبات فلسطين، الأردن، العراق، ليبيا، الصومال، تونس والإمارات وقطر بإجراء بطولة الفرق، فيما تجرى منافسات الشطرنج السريع الفردي في الفترة ما بين يومي 11 و12 من هذا الشهر لتختتم ببطولة الشطرنج الخاطف فردي. حريص على دعم اي بطوله ونشاط خاصه دوره الالعاب العربيه وخاصه انها مقامه في الجزائر، فكنا حريصين على دعم المنافسات وتسجيلها كبطوله مصنفه دوليا في الاتحاد الدولي، بحيث ان اللاعبين المشاركين هيحصلوا تصنيف دولي والقاب دوليه، وان شاء الله البطوله مبشره مع عدد الاساتذه الكبار واللاعبين المصنفين دوليا بيبشر بان مستوى فني عالي جدا وتنظيم مميز والدوره ناجحه ان شاء الله بجهود الاخوه في اللجنه المنظمه في الجزائر. نعود بكم مشاهدنا الكرام إلى السباحة، وكما ذكرت قبل قليل تتواصل المنافسة في اليوم الثالث على التوالي بالمسبح الأولمبي التابع للمركب الأولمبي ميلود هدفي، أين يتواجد الزميل محمد أمين بق الدوري الذي سيوافينا بتفاصيل حول منافسات اليوم. مساء الخير أمين، ماذا لديك في حقيبة السباحة لنهار اليوم وماذا عن النتائج الجزئية؟ مساء الأنوار سهيلة، منذ لحظات استحققت الميدالية الذهبية 8 للمنتخب الوطني عن طريق أمل مليح ليتعزز الرصيد إلى 18 ميدالية ذهبية، 18 ميدالية، 8 ذهبية، 4 فضية و6 برونزيات في البرنامج العديد من النهائيات التي تخص المشاركة الجزائرية سواء للرجال أو للسيدات. لدينا 50 متر على الظهر ودخول كل من طيب هشام وعمار أكرم أمين، 100 متر على الصدر سيدات ورانيا نفسي وتوامي ميليسا، ويتوقع أيضا تحقيق ميدالية ذهبية 9، رانيا نفسي مرشحة لتتويج بالذهب. في 50 متر حرة رجال بوزوية يوسف أيضا مرشح للصعود إلى منصة التتويج، وال200 على الصدر مع بن شادلي جيهان وزيتوني إيمان، ومن المتوقع تحقيق ميداليتين إضافيتين فضلا عن سباقات التتابع سواء للمختلط أو حتى للسيدات. إذن السباحة تتألق في اليوم الثالث منذ البداية وفي أول السباقات على أمل أن يتعزز رصيد الميداليات في هذا اليوم الثالث ويتعزز رصيد المشاركة الجزائرية التي تبقى متصدرة في جدول الترتيب. نعم، شكرا لك أمين بق الدوري على كل ما تفضلت به، كنت معنا مباشرة من وهران. والآن نمر بكم إلى ألعاب القوى والمنافسات الجارية اليوم بملعب ميلود هدفي بوهران وسباق 4 متر حواجز سيدات. والبحرينية، تنافس بحريني طبعا، بحريني 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 بحريني، صراع بإذن الله الجزائر إن شاء الله الجزائرية عفاف إن شاء الله تستفيد من هذه المنافسة. لبنى لبنى إن شاء الله، لبنى لابد أن لا صعب 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 الأمر، صعب, صعب, صعب الأمر، صعب الأمر في العودة، صعب كثير، صعب كثير الأمر. وصاحبة الرواق الرابع تفوز بالسباق وهي أديكويا أولواكيمي 29 من البحرين، متبوعة بزميلتها أمينات جمال من البحرين كذلك. والبحرين تتفوق علينا في سلم الميداليات لحد الآن. 11 ميدالية، نعم 11 ميدالية الآن، 11 ميدالية للبحرين، 10 ذهبية للجزائر لحد الآن، المرتبة الرابعة لابن حجة لبنى في سباق 400 متر حواجز، حظ موفق للرجال طبعا إن شاء الله مع العدد. إذن مشاهدنا الكرام في ألعاب القوى نصل وإياكم إلى ختام الموعد الرياضي لنهار اليوم، شكرا لكم على المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحية الطاقم التحرير والطاقم الفني الذي أو الثقل الذي خدمكم هذه الأمسية الطيبة المنى، والسلام عليكم.